السلام عليكم متابعي مطبخ أميرة، مرحبا بكم من جديد على قناتكم. سوف أحضر معكم بيتزا إيطالية رائعة جدا، بدون بيض، بدون حليب، وبدون مجهود ولا أي إضافات أخرى. غادي نحضر معكم العجينة الأصلية للبيتزا، كذلك غادي نشارك معكم جميع الأسرار باش تجيكم بيتزا بحال ديال المحلات وأحسن منها. إذا حبيباتي ما تنسوش تخليو ليا لايك للفيديو، وإذا كنتم مازال ما اشتركتوش اشتركوا في القناة فضلا منكم وليس أمرا، وشاركوا الوصفة مع أصدقائكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. بلا ما نطول عليكم نمشي مباشرة تعرفوا على المقادير وأيضا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، في إناء كنوضعوا جوج الكوب ديال الماء 300 ميل، من بعد كنوضعوا نصف كوب ديال زيت الزيتون 75 ميل، كنوضعوا هنا ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز 10 غرام، وكنوضعوا كذلك ملعقة السكر 10 غرام، تكون ملعقة كبيرة ديال السكر. من بعد كنوضعوا هنايا الكوب ديال الدقيق القمح او السميد الناعم 120 غرام بقياس العنبه، كنعطيكم كذلك بالغرام باش يكون كلشي واضح. من بعد كنخلطوا هذه المكونات جيدا باش نتيح لكم البيتزا، وطريقه باش كيديروها اصحاب المطاعم خاص ضروري نديرو بهذه الطريقه. في الاول نخلطوها ونغطيوها لحد 5 دقائق، نخليوها حتى تفاعل لينا الخميره وعاد نكملوا باقي المراحل. من بعد 5 دقائق غادي نشوفوا ان الخميره تفاعلت ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما اختملت ليا العجين كيف كتشوفوا تفاعلت ليا الخميره، هذه اول خطوه كديروها باش كتعطي سر النجاح ديال البيتزا، كتجيكم هشه ورطبه وكتذوب في الفم. من بعد غنخلطها، وعندي 4 الاكواب ديال الدقيق الابيض اي فورس، غادي نضيف الكوب الاول وغادي نحرك نخلط هاد العناصر، وغنضيف كذلك الكوب الثاني وغادي نخلط، غنضيفوا 4 الاكواب يعني تدريجيا. دابا غادي نخلط باليد ديالي وغنضيف الاكواب اللي بقاو ليا ديال الدقيق، في المجموع 400 غرام. صافي غادي نبدا نخلط، غنضيف الكوب هذا هو الكوب الثالث كذلك، غادي وحنا بغينا العجينه نحصلوا عليها تكون كتلصق في اليد، واخا كتشوفوها كتلصق في اليد حنا بغينا هاد تلصق في اليد باش كتجينا السر ديال البيتزا فاش كيديروها في المطاعم وفي المحلات. هذا الكوب الرابع اللي درتو دابا، غادي نجمع العجينه ديالي كيف كتشوفوها كتلصق معايا، وغادي نضيف الملح ما حدرتو اخر حاجه باش يتفاعل ليا الخميره، وغادي نضيف اوريغانو او الزعتر كذلك ملعقه كبيره، وملعقه صغيره مملوءه ديال الملح، وغادي نضيف البودره الثوم ملعقه كبيره اللي بقات ليا هي هذه ملعقه ديال، وداك السر كيعطي واحد النكهه زوينه ديال البودره الثوم، وكذلك غنضيف البودره البصل ملعقه كذلك كبيره، كيجيو هاد البودره الثوم وبودره البصل كيجيو روعه. ولا ما كنتوش عندكم موجوده ماشي مشكل، ولكن لكانت افضل انكم تضيفوا هاد العنصرين كيجيو روعه في هاد العجينه. دابا غادي نبدا نخلط المكونات اللي درنا اللي درتهم، وغادي نغطي العجينه ديالي بالغطاء البلاستيكي، وضروري انها نخليوها تختمر مزيان. قد ما اختمرت راك كيولي سر النجاح ديال العجين. كناخذ كندهن اليد ديالي بالزيت صافي، وكنجمع العجينه ديالي وغادي نغطيها ونخليوها تقريبا 4 ساعات ل 8 ساعات قد ما خليتوها، راه مزيان.
ورجع معاكم من بعد ما تختم لينا. من بعد ما اختامت لينا العجينه كيف كتشوفوا، خليتها ساعتين واختاملت. نتوما خليوها حتى 8 ساعات قد ما خليتوها، راه العجينه كتجي ناجحه، لان السر ديالها هي في التخمير. كتخليوها تخمر مزيان، وكندهن يدي بالزيت، وكنفرغ العجينه منها الهواء، وكنجمع العجين ونحصل على كوره، وغادي نقطعها ان شاء الله على 3 قطع باش ندير 3 البيتزات. وانتوما على حسب اللي بغيتو تقدروا تقطعوها على 2 وديروا بيتزا صغار، يعني هاد العجينه غير جربوها فعلا كتجي روعه. وكنعطيكم الاسرار اللي كيديروها المطاعم باش كيحضروا هاد البيتزا الايطاليه. غنقطعها كيف كتشوفوا على 3 ونديرهم على شكل كرات باش نحضر بهم ان شاء الله البيتزا. من بعد ما شكلت الكرات على 3، غنحتاج هنايا لاصوص الصلصه ديال البيتزا. كنحضرها تحضير منزلي، بغيتو نقدمها لكم فيديو اخر. وعندي الفلفلات، فلفل اخضر اللي شحرته فقط تشحيره قليله، والبصل كذلك. وعندي اللحم المفروم كذلك شحرته بقليل من التوابل، وحصلت عليه بهذا الشكل. وهذه الحشوه اللي غادي نديرها ان شاء الله في البيتزا، والزيت الزيتون الاسود. وكذلك عندي الجبن الموتزاريلا، وكنحتاج كذلك السميد الرقيق، يعني السميد الصلب، قمح الصلب هو اللي غنحتاج ليه ان شاء الله. ونبداو على بركه الله الطريقه. غنجيب اول كره كيف كتشوفوا، غادي نوضع الكرات الاخرى، وغنجيب اول كره، وغادي نجيب الصينيه اللي غادي تدخل الفرن، ودرتها بالورق ديال الزبده بابي كويسون، وغادي نرش عليها السميد الرقيق كيف كتشوفوا. وغادي نوضع الكره ديالي، ما نحتاج لا ندير دلاك لا والو، طريقه سهله بدون مجهود، فقط كندهنوا اليد ديالنا بالزيت، وكنحاولوا نبسطوا هاد العجينه ديالنا. وتبسط العجينه بغينا هنا الجوانب كنديروهم بالاصابع باش كنشكلوا هاد الجوانب اللي كيكونوا ملي كتاخذوا البيتزا الجاهزه، كتلقاو هاد الجوانب كيف كتشوفوا. كنديروا هاد الطريقه بالاصابع باش كنحصلوا عليها، وكنبسطوا من الوسط، وبالاصابع كنديروا هاد الحواف اللي كيكونوا ديال العجين ديال البيتزا. والبيتزا الايطاليه ما كنحتاجوش اننا نثقبوا العجين لا والو، بالفرشيط فقط مباشره كنجيبوا الصلصه ديال الطماطم كيف كتشوفوا، وغادي ندهن بها البيتزا ديالي. هاد الصلصه ديال الطماطم كنديرها بطريقه سهله وزوينه، الا بغيتوها تخليو ليا في الكومونتير نشارك معكم طريقتي في تحضير الصلصه. من بعد غادي نضيف جبن موتزاريلا. كان الطريقه اللي كنديرها، كندير جبن موتزاريلا هو الاول فوق الصلصه، من بعد عاد كندير الحشوه ديالي، وكنعاود نزيد الجبن موتزاريلا. هذه الطريقه، وضروري ني نقول لكم باش نجح لكم بيتزا تختاروا الجبن موتزاريلا اللي زوين واللي كيجينا في البيتزا زوين. صافي غنضيف هنا اللحم المفروم، هذا شحرته فقط بقليل من الابزار، شويه الاوريغانو او الزعتر، وشويه الملح، وديك التحميره فقط شحرتهم. وكذلك الفلفل ما كنخليش اخضر، كضروري كنطلقو بواحد الشحيره باش يهود لينا وكيكون طيب، يعني ما كنبغيش ندير الفلفل الاخضر. وكذلك البصلات هي كنشحرها فقط تشحيرات قليله باش ما يبقاش لينا داك الخضوريه في الفلفل او في البصل. وانتم نتوما كيبقى لكم على حسب شنو بغيتوا ديروا، تقدروا ديروا الكفته ولا ديروا الطون، يعني اللي بغيتوا كديروا. التزيين كيبقى على حسب شنو اللي بغيتوا، اهم حاجه انكم هي سر البيتزا هو العجين. المهم كنوضع البصل، غادي نوضع كذلك الفلفل، وغادي نوضع الزيتون الاسود.
من بعد كنجيب زيت الزيتون وكندوز الاطراف ديال العجينه كيف كتشوفوا، كندهنهم بالزيت الزيتون، وغادي نضيف ليهم كذلك السميد الرقيق من الجوانب باش كيعطينا القرمشه وكذلك كيعطينا اللون زوين. هالطريقه ديروها البنات، اكيد غتعجبكم بيتزا وغتولي معتمده عندكم. ثم اخر حاجه كنضيف جبن موتزاريلا، هذا هو اخر مرحله. وبالنسبه للفرن ضروري الفرن يكون ساخن جدا، لان يعني البيتزا باش تجيكم زوينه خاصكم الفرن يكون ساخن نتوما يقبل ما ديروا، يعني بساعه تكون ساخنه كندخلوها الفرن، كنخليوها طيب العجينه من التحت والفوق باش كندوبوا الجبن ديالنا وكنحضروا باش كتجينا البيتزا زوينه، وما نخليوهاش في الفرن بزاف، فقط غير طيب لينا من الاسفل وكذلك الفوق كيدوب لينا الجبن فقط. بنفس الطريقه غادي نديروا البيتزا الثانيه والثالثه. اهم حاجه الخطوه اللي نقولها لكم انكم ديروا بابي كويسو كترشوه بالسميد الرقيق وكتبسطوا اليد ديال العجين بالزيت وكتحاولوا ديروا بالاصابع ديالكم هاد الاطراف والحواف اللي كيكونوا في البيتزا بحال هذا الشكل، كنشوفوه في المحلات في المطاعم وكتعجبنا البيتزا والبيتزا الايطاليه. هاي دابا غتولي عندكم في البيت، فقط غير ديروا الطريقه اللي خدمتها معكم في العجين واكيد غادي تعجبكم وغادي تولي معتمده ان شاء الله. وغادي نخرج ان شاء الله من الفرن البيتزا الاولى والثانيه والثالثه، نخليهم يطيبوا ان شاء الله. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا، كيف كتجي رطبه مهويه كتذوب في الفم، والعجينه ما نقولش لكم كيف روعه كيف كتجي. وهذه هي البيتزا الاولى غنقدمها معكم، وبقات لي البيتزا الثانيين تتشوفوهم في اخر الفيديو كيف خرجت البيتزا الثانيه والثالثه حتى هي غادي تطيب. وكنتمنى ان الوصفه اليوم تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنساوش ضغطوا على الزر الاحمر صابوني، تفعلوا التنبيهات باش ديما توصلوا بالجديد. وكذلك كنشكركم على التتبع ديالكم للقناه مطبخ اميره، ونتمنوا انكم توصلوها ل 100,000 ابوني. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والمعارف ديالكم فضلا منكم وليس امرا، وشكرا على المتابعه وبسلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.